بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة تحليل مهم جدا، يعتبر أداة من أدوات تقييم الالترناتيفز، اسمه البريك إيفن أناليسيز أو يسموه تحليل التعادل. يبقى المحاضرة ديت هنتكلم عن البريك إيفن بوينت. لو عندي وان بارامتر، بمعنى في الترناتيف واحد فقط، one alternative، وعاوز أشوف العلاقة بين إيراداته وتكلفته إمتى تتعادل. وبعدين break even point أو نقطة التعادل لو في ما بين two alternatives، تكلفة alternative واحد تكلفة alternative اتنين إمتى تتعادل، وبالتالي أقدر أخذ قرار مفارقة ما بين two alternatives اللي عندي. كلمة break even point is the volume of output at which neither a profit is made nor loss is incurred. معناها نقطة لا فيها مكسب ولا فيها خسارة. The break-even point is a unit can be calculated by using the relation. Break-even عبارة عن الفيكسد كوست مقسومة على الكونتريبيوشن بير يونت. الكونتريبيوشن بير يونت عبارة عن سعر البيع ناقص الفاريبل كوست بير يونت، اللي هي البي ناقص الفي. يعني لو احنا حبينا نقول ان الفيكسد كوست مقسومة على الكونتريبيوشن اللي بي ناقص الفي، ده يديك حجم الانتاج اللي يعمل لك بريك ايفن. لو حبينا نثبت الكلام ده هنشوف نثبته ازاي بعد كده. يبقى البريك ايفن it represents the level of production at which cost and revenue are in equilibrium. البريك ايفن بوينت total revenue بيساوي total cost. يعني لو احنا حبينا نقول ان الايراد بتاعنا اللي هو الار ده عبارة عن سعر البيع في كمية الانتاج، وهنا الفيكسد كوست رقم ثابت زائد الفاريبل كوست في كمية الانتاج اللي عندي. لو ده متغير في Q وده متغير وده expressions في Q، يجي الناحية التانية، يبقى ممكن نقول ان ال Q لو خدناها مشترك ال B ناقص ال V يساوي الفيكسد كوست، وبالتالي اقدر اقول ان ال Q بتساوي الفيكسد كوست على ال B ناقص ال V اللي عندي. يبقى في الحالة ديت انا اثبت ان حجم الانتاج بتاع التعادل بيساوي الفيكسد كوست على الكونتريبيوشن اللي هو سعر البيع ناقص ال V. البريك ايفن اناليسيس concerned with the interrelationship of the cost, volume, quantity of output or sales and profit. علاقة ما بين الربح والتكلفة اللي عندي. البريك ايفن بوينت the volume for which total revenue and total cost are equal. The dividing line between profit and loss يبقى عندي sales أعلى من break-even point results in profit, while sales that is lower than the break-even point will result in a loss. Whereas you get out of the red. تعال مع بعض نشوف الكلام ده يبان ازاي. ناخد بس تعريفات للكوانتيتي. الكيو تمثل حجم الانتاج اللي عندي، the level of output of machine or department or organization or quantity sales. revenue اللي هو الايراد بتاع الشركة عبارة عن ال income generated by the sales of product. الايراد بتاعي عبارة عن ال revenue per unit اللي هو سعر بيع الوحدة الواحدة في multiply في الحجم بتاع الانتاج اللي عندي. يبقى الايراد بتاعي لو عبارة عن السعر في الكمية، والتوتال كوست بتاعتي عبارة عن الفيكسد كوست زائد الفاريبل كوست بير يونت في حجم الانتاج اللي عندي. يبقى التوتال كوست must break into account، تاخد في الاعتبار فيكسد كوست are not related to the volume اللي عندي بهذا الشكل. يبقى بالنسبة لل use of break even analysis is important tool terms of short term planning and decision making. It looks at the relationship between cost, revenue, output levels and profit.
short run decision يبقى عندي هنا وات التكلفه اللي عندي بيبقى فيها جزء ثابت وجزء متغير used including او include child sales mix حسب سعر البيع اللي عندي في الشركه اللي انا بتكلم عليها. يبقى decision making and break even how many unit must be sold عدد وحدات البيع عشان اصل لي البريك ايفن اللي عندي. How many unit must be sold to achieve target profit انا عاوز احدد ربح معين كم عدد من الوحدات اقدر ابيعها عشان اصل الى هذا الحد اللي عندي. Should a special order be accept ولا لا. How will profit be affected if we introduce a new product or service. دي كلها اسئلة يجب ان احنا نجاوب عليها. تعالوا نشوف terminology المهمة. Break even point is a point at which company makes neither profit or loss. Contribution per unit عبارة عن سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة ل one unit. Marginal of safety اللي هو حد الأمان. A measure in which the budget volume of sales is compared with the volume of sales required to break even. Marginal cost زي ما عرفناها قبل كده cost of producing one extra unit هي عملية التكلفة الزايدة نتيجة إدخال عنصر من العناصر output اللي عندي. Value of parameter that makes two element equal. The parameter or variable can be an amount of revenue, cost, supply, demand, etc. for one project or between two alternative. One project, the break-even بتاعتك determine using linear or non-linear. ممكن العلاقة تبقى خطية أو غير خطية. هنتكلم الكلام ده في السلايدز اللي بعد كده هون. يبقى between two alternative determine one of the parameters سواء كان ال P أو ال A أو ال F أو ال I أو N حسب ال present أو الحاجات اللي هي ال annual أو ال fixed cost أو في ال future اللي عندي with other constant لما يكون عندي two alternative. Solution is by one of three methods. Direct solution نحل طبعا الحل بتاعنا ممكن حل مانيوال او هنشرح بعد كده هوت ازاي نحلها بالاكسل اللي هو باستخدام الجول سيك او سولفرز ازاي نحل باستخدام السبريد شيت مش هاخدها في المحاضرات القادمة ان شاء الله. Cost revenue model لو عندي one project زي ما قلت في fixed cost وفي variable cost. التوتال cost اللي عندي عبارة عن fixed cost زائد variable cost اللي عندي. revenue اللي هي الإيراد عبارة عن سعر بيع الوحدة في حجم المبيعات اللي عندي أو اللي هو BFQ. يبقى profit عبارة عن الفرق ما بين الإيراد ناقص التكلفة. يعني اللي أنا عاوز أجيب profit الربح هقول والله التوتال revenue اللي هي BFQ ناقص التوتال كوست اللي هي عبارة عن الفيكسد كوست زائد الفاريبل كوست في كيو. طبعا لو الرقم ده أعلى من الرقم بتاعت التكلفة هيبقى في ربح، لو هو أقل هيبقى في خسارة. يبقى التوتال فاريبل كوست عبارة عن الفاريبل كوست للوحدة الواحدة في حجم المبيعات، الفيكسد كوست في التوتال كوست، لكن التوتال ريفينيو عبارة عن سعر البيع في الكمية يعني بي في كيو. عشان نعمل بقى تطبيق للابليكيشن اوف بريك ايفن اناليسيز هنقول عاوزين ديترماين مينيمم برودكشن كوانتيتي اللي فيها لا ربح ولا خساره، لا فيها ربح ولا خساره. فلو النهارده قلنا الاكس ده عباره عن حجم الانتاج والاكس ده عباره عن التكلفه اللي عندي، يبقى دي فيكسد كوست لا تتغير بتغير حجم الانتاج اللي عندي، رقم ثابت. والفاريبل كوست لو هي لينير هتبقى بهذا الشكل اللي عندي. لو انا عاوز اجيب التوتال كوست اجمع انقل هذا الكيرف هنا اهو هيبقى الفاريبل كوست هيجي بهذا الشكل. يبقى التوتال كوست اللي عندي عباره عن الفيكسد كوست
زائد الـ variable cost اللي عندي، حيث الـ variable cost بيساوي V في حجم الإنتاج اللي عندي، حيث V تكلفة الوحدة الواحدة. طيب النهاردة لو أنا عاوز أجيب تعادل، هذا الإيراد اللي عندي أهو، هذا الإيراد، الإيراد ده هوت اللي هو الريفينيو اللي هو بيساوي الـ B في Q، يبقى التعادل عبارة عن هذه النقطة، هذه النقطة لا مكسب ولا خسارة، هنا في تعادل، في تعادل ما بين المكسب والخسارة، لا مكسب ولا خسارة. قبل الكلام ده هتلاقي ان التكلفة اعلى من الايراد يبقى خسارة، هنا هو الايراد اعلى من التكلفة يبقى مكسب، يبقى حجم الانتاج اللي حقق لي التعادل هو هذا الحجم اللي عندي، ده البريك ايفن بوينت او حجم الانتاج اللي حقق لا مكسب ولا خسارة، يبقى ده اللوسز دي الخسارة ودي المكسب اللي هي البروفيت اللي عندي. لو انا عاوز بقى احدد المارجنال، انا عاوز احدد المارجنال سيفتي، اقول انا عاوز اكسب قد كده، يبقى انا في الحاله ديت المكسب بتاعي اهو، اقول والله انا المفروض انتج الكميه ديت علشان اقدر اكسب الحجم ده اهو من المكسب اللي عندي، يبقى ده اسمه المارجنال سيفتي اللي عندي. يبقى ده الفيكسد كوست مثلا على سبيل المثال رقمي، وده الفاريبل كوست 20 في اكس مثلا، يبقى التوتال كوست عباره عن الفيكسد كوست رقم الثابت زائد 20 في اكس، حيث اكس حجم الانتاج، والريفينيو بيساوي الكلام ده يساوي الاثنين عند حجم انتاج معين هنا هوت اللي هو ال 15، وبالتالي قبل الحجم ده هوت في لوسز وبعد الحجم ده في بروفيت.